أهلا بكم إلى جولتنا الرياضية. في ذكرى الغزو العراقي الغاشم وفي كل مكان من مرافق الدولة حكاية ورواية كان فيها للمشهد الرياضي نصيب من الدمار والخراب في الأندية والاتحادات، لكن يسجل التاريخ تحدي أبطال الكويت الرياضيين وتجمعهم بمحنة الغزو وتمثيل الكويت في المحافل الخارجية وتحديدا في لعبة كرة القدم رغم الألم وجراحة. تفاصيل أكثر نشاهدها في سياق تقرير الزميل رائد الشمري. تتسارع الصور وتعود الذاكرة المقيتة مثل هذا التاريخ 2 أغسطس ليعود بنا إلى 26 عاما لذكرى الغزو العراقي الغاشم آنذاك لجميع مرافق الحياة في الكويت. وإن أخذنا الجانب الرياضي وانعكاسات ذلك على الرياضة في تلك الحقبة، وصور من الدمار والخراب الذي حل بالبنية الرياضية، وصور أخرى من الكفاح والتعاضد ما بين أبناء الوطن حتى في فترة الغزو العراقي البائد. يعني البلد الصغير اللي هو الكويت أثبت قوته سياسيا واقتصاديا ورياضيا في الغزو، الحمد لله. يعني أنت لما تشارك وأنت بلد محتل في البطولة اللي كانت في الصين والعراق، هو يعني البلد بالنسبه لهم البطل، هو اللي محتل يكون خارج، فهذا بعد الله عز وجل نشكر فيه اخواننا السعوديه ودول الخليج ودول الصديقه. انا احد الاشخاص اللي عاشر فتره الغزو كامله في الكويت، والمعاناه اللي عانيناها كانت كبيره، لكن انا بالنسبه لي كان رد فعلها جدا ايجابي بعد التحرير. الروح المعنويه لدى اللاعب الكويتي كانت في يعني اعلى ما تصور. يعني تاهلنا في المرحله الاولى اللي في الهند، وتاهلنا المجموعه الثانيه اللي بماليزيا، ووصل الفريق للبطوله، وهذا امر يحسب. يعني ان تكون في احلك الظروف وتجد رجالا يفدون الوطن بالغالي والنفيس كل في مجاله، فمن المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تحدى الرياضيين الظروف وتجمعوا ليشاركوا تحت علم الكويت في البطوله الاسيويه بالصين لكره القدم كمثال حي ان الكويت باقيه والغازي راحل لا محاله، بل طرد العراق من تلك البطوله باجماع دولي. الملاعب صارت خنادق، الإدارات صارت مقر الاستخبارات للتعذيب، الأندية الرياضية كلها. يعني إحنا بعد التحرير أذكر دشينا نادي الملعب كان محفر، ويعني الربع اللي موجودين دفناه وسنعناه وهذا، ولعبنا ضد قوة التحالف، يمكن مباراة ما حد يدري عنها، بيد موجود، علي بسوهي موجود، لاعبين كبار، يعني لعبنا في الملعب، بس يعني الحال يرثى له. لاعب الكويت اللي طبعا ضحوا في سبيل يعني رفع اسم الكويت وعلم الكويت في المحافل الدول الرياضيه في اثناء الغزو تجمعوا في مكان واحد وراحوا معسكر، وطبعا كل كان طقم كله وطني، هذا يدل على ان تلاحم الرياضيين. اذا حتى الرياضه في هذه الذكرى الاليمه نالها نصيب من ايدي الغدر من خلال الدمار الذي الحقه النظام في جميع الانديه ومختلف انحاء الدوله، لكن بقت صورة الوحدة الوطنية الأقوى والأجدر لإعادة الحق لأصحابه وتحرير الكويت بعد 7 أشهر مظلمة من العدو الغاشم. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.